الله أكبر الله أعظم. على أي حد جاب سيرتي في حاجة ما حصلتش، بيستغل الموقف بتاع دلوقتي وطالع يعمل ملاك بجناحات. حسبي الله ونعم الوكيل. من راجل كويس وبيعرف ربنا لشخص حرامي وسرق حقوقي. ريم طارق بتستغيث من حسن شكوش، استغلني وشهر بيا قدام الناس، طلع ملاك بجناحات على قفايا وضحك الكل عليا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حسن، ومش هسيبك وبيننا المحاكم. ريم طارق في صدمه ومش مصدقه اللي حصل لها. تعالوا نعرف الموضوع. من يومين طلعت علينا ريم طارق في بث مباشر وقالت انها اتصالحت مع حسن شكوش مطرب المهرجانات بعد ما اداها كل حقوقها، وانه طلع راجل محترم وبيعرف ربنا. وفي نفس الوقت طلع حسن شاكوش وقال ان انا وريم يا جماعة حبايب ومفيش اي خلافات ومفيش اي مشاكل. ومن هنا الناس كلها قالت كده خلاص الازمة اتحلت، وريم كانت ست مفترية وجت على حسن شاكوش، بس هو طلع راجل وقبل اعتذارها. وطبعا ريم ما عجبهاش الكلام ده وطلعت في بث مباشر وقالت فيه ان انا ما اعتذرتش، انا قلت حق بابا وماما ومامته على راسي، لكن الاعتذار ده ما حصلش. مفيش حاجة اتحلت والقضايا زي ما هي. احنا كنا بنبين للناس ان الموضوع خلص ولا اكتر ولا اقل. الاتفاق كله كان في التليفون مع الناس المحترمة اللي كانت هتحللنا الموضوع. واستاذة رضوى الشربيني قالت انا اسفة يا حسن، هي ممكن علشان هي اللي هجمته، بس انت لما وقفتي معايا ما كنتش خدت حاجاتي، كنت خرجت من البيت الساعة 8 الصبح بعد 5 شهور وبعد ما خدت الحاجة، مستكترة عليا اني خدتها. والله هو ده المفروض اللي كان يتعمل، وده الحاجة الوحيدة اللي المفروض كانت تتعمل، اني اعمل فيديو علشان اخد حاجاتي، وعملته قبل ما اخدها. فانا مش حابه ان حد يطلع يعمل شوب ده ونقول الاعتذار وريم اعتذرت. ريم قالت الحق واعتبر الاتفاق اللي ما بيننا ما تمش، واحنا كده كده ما تنزلناش عن القضايا. وبما انك رجعت في اتفاقك فانا رجعت في اتفاقي، واعتبر ان مفيش صلح حصل. طالما عجبك اللي حصل في الاعلام، انا قلت في الفيديو محترم انه ادالي حاجاتي، مش محترم انه كان متجوزني. مفيش حاجه اتحلت، واعتبر ان مفيش حاجه اتحلت ولا هتتحل، القضايا لسه شغاله وما خلصتش. اي حاجه قلتها في البرنامج او اي مكان عندي دليل بيها انا ما كذبتش. الاتفاق ما كانش كده، الاتفاق كان المفروض ان انا انزل فيديو وهو ينزل فيديو بعد ما كل حاجه تخلص. طبعا ما فيش حاجه خلصت غير ان انا خدت الحاجات اللي في البيت، لكن كقانون ومحاكم وقواضي لسه ما خلصتش صراحه ربنا. بس هو نزل الفيديو علشان السوشيال ميديا تهدى، بس ده مش هيكون على حسابي. كل ما هتفكر تستفزني كل ما هتضطرني ان اعمل حاجه. لو سمحت ما ترجعش في كلامك، لاني في الاخر انت اللي هتزعل مش انا. انت ضحكت عليا وخليتني اعمل الفيديو مقابل ان اخد حاجاتي، فاحنا حاولنا نتصالح ما فيش صلح، واعتبر ان كل كلمه اتقالت خلصت وانا رجعت في اتفاقي. ولاني مش ارجل منك والفيديو هيتمسح ولا كاني عملت حاجه، والحمد لله اني خدت الحاجه اللي كانت في البيت. انت مش عاوز الموضوع يخلص، انا ما عنديش مشكله، انا ما خدتش حقوق مادية، لسه القضايا ما تنزلتش عنها. هو حب ان السوشيال ميديا تهدى فنزل الفيديو بتاعي علشان ريم تكون نفذ الصلح مع حسن شاكوش واعلنت الحرب عليه بعد ما وصفته ان هو استغلها وشهر بيها قدام الناس علشان يطلع ملاك. مش حابه ان احنا نطلع ملايكه بجناحات على قفانا، مش حابه ان حد يطلع ملك بجناحات على قفايا لو سمحت. في النهاية الأزمة بين حسن شاكوش وريم طارق كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، ومش عارفين هل هيتصالحوا ويقفلوا الموضوع ده ولا الدنيا هتفضل ولعة كده.